تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فدرسنا هذا المساء من كتاب صيد الخاطر لأبي الفرج ابن الجوزي رحمه الله تعالى، والموضوع في أسباب تأخر إجابة الدعاء. قال ابن الجوزي رحمه الله: نزلت في شدة وأكثرت من الدعاء أطلب الفرج والراحة، وتأخرت الإجابة فانزعجت النفس وقلقت، فصحت بها: ويلك، تأملي أمرك، أمملوكة أنت أم مالكة؟ أمدبرة أنت أم مدبرة؟ أما علمت أن الدنيا دار ابتلاء واختبار؟ فإذا طلبت أغراضك ولم تصبري على ما ينافي مرادك، فأين الابتلاء؟ وهل الابتلاء إلا الإعراض وعكس المقاصد؟ فافهمي معنى التكليف، وقد هان عليك ما عز وسهل ما استصعب. فلما تدبرت ما قلته سكنت بعض السكون، فقلت لها: وعندي جواب ثان، وهو أنك تقتضين الحق بأغراضك ولا تقتضين نفسك بالواجب له، وهذا عين الجهل. وإنما كان ينبغي أن يكون الأمر بالعكس، لأنك مملوكة، والمملوك العاقل يطالب نفسه بأداء حق المالك، ويعلم أنه لا يجب على المالك تبليغه ما يهوى، فسكنت أكثر من ذلك السكون. فقلت لها: وعندي جواب ثالث، وهو أنك قد استبطأت الإجابة وأنت سددت طرقها بالمعاصي، فلو قد فتحت الطريق أسرعت، كأنك ما علمت أن سبب الراحة التقوى، أو ما سمعت قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه، وقوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، أو ما فهمت أن العكس بالعكس، آه من سكر غفلة صار أقوى من كل سكر في وجه مياه المراد يمنعها من الوصول إلى زرع الأماني. فعرفت النفس أن هذا حق فاطمأنت. فقلت لها: وعندي جواب رابع، وهو أنك تطلبين ما لا تعلمين عاقبته، وربما كان فيه ضررك، فمثلك كمثل طفل محموم يطلب الحلوى، والمدبر لك أعلم بالمصالح، كيف وقد قال الله عز وجل: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فلما بان الصواب للنفس في هذه الإجابة زادت طمأنينتها. فقلت لها: وعندي جواب خامس، وهو أن هذا المطلوب ينقص من أجرك ويحط من مرتبتك، فمنع الحق لك ما هذا سبيله عطاء منه لك، ولو أنك طلبت ما يصلح آخرتك كان أولى لك، فأولى لك أن تفهمي ما قد شرحت. فقالت: لقد سرحت في رياض ما شرحت، فهمت إذ فهم. نعم، كثير من الناس لا يتصفح الأدلة الشرعية كلها في الباب الواحد أو في المعنى الواحد، وقد اشترط العلماء لأجل أن يصل المرء إلى المعنى المراد من الشرع أن يجمع كل ما في هذا المعنى من نصوص الشرع، فيضم بعضها إلى بعض ويعتبر ببعضها لبعض، فإذا فعل ذلك خرج بالمقصود من النصوص، لا أن يختطف نصا واحدا ثم يعمله
فكثير من النصوص مقيدات، وأيضا هناك نصوص مخصصات، وهناك نصوص مبينات، ونصوص مجملات تحتاج إلى مبين. في هذا المعنى الذي تكلمنا يتكلم عنه ابن الجوزي، بعض الناس قال: أنا أدعو الله عز وجل كما وعدني، كما أمرني، وقد وعدني الإجابة، فما يجيبني؟ واعتبر أن هذا إشكال، وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم، فأين إجابته؟ فبعض الناس يظن أن الله تبارك وتعالى بهذا المعنى السطحي أنه أخلف ما وعد عباده به، إن لم يكن بلسان المقال فبلسان الحال. وكثير من الناس بكل أسف ما يصرح بلسان المقال بهذا الكلام العظيم أنه دعا وأن الله عز وجل لم يستجب. العلماء يقولون إن هذه الآية فيها إضمار، وهذا الإضمار إنما يظهر بدلالة النصوص الأخرى، كما قال تعالى: بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء. فضم هذه الآية إلى قوله تبارك وتعالى: ادعوني أستجب لكم إن شاء. خلاص، أضف إلى ذلك أن كثيرا من النصوص ترد عامة اللفظ مخصوصة المعنى، كهذه الآية أيضا: ادعوني أستجب لكم، فإجابة الله عز وجل لدعاء الداعي لا تخرج عن ثلاثة أنماط، كما وضحها حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه البخاري في الأدب المفرد وأحمد، وهو حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو بغير إثم ولا قطيعة رحم إلا كان له إحدى ثلاث: إما أن يعجل له، وإما أن يؤخر هذا في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثله. فقالوا: يا رسول الله، إذا نكثر؟ قال: الله أكثر. وهذا سند جيد. وفي هذا أيضا المعنى حديث لأبي هريرة رضي الله عنه عند الإمام أحمد وغيره بسند فيه مجهول، وهذا يدل على أهمية أن تنظر في السنة إذا قرأت القرآن. إذن هذه الآية مجملة، ادعوني أستجب لكم مجملة، أتت بصيغة العموم، ولكن يراد بها أو يراد بمعناها الخصوص، وهذا يرد أحيانا في بعض النصوص، كما في قوله تبارك وتعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، مع قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يحج بعد العام مشرك، أوليس المشركون من الناس؟ فقوله تبارك وتعالى: وأذن في الناس، فالناس لفظ عام يراد به الخصوص، يراد به خصوص المسلمين المخاطبين بهذا الأمر، مع قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحج البيت بعد العام مشرك. يبقى كلمة الناس الذي ورد هذا الحديث إنما هي لفظة عامة يراد بها الإيه؟ يراد بها الخصوص، تمام؟ بخلاف قوله تبارك وتعالى مثلا: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قل يا أيها الناس، فالمخاطب بهذه الآية كل إنسان على وجه الأرض، فهي لفظة عامة يراد بها العموم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، لفظة عامة يراد بها العموم. وأذن في الناس بالحج لفظة عامة يراد بها الخصوص. طب عرفنا إن هذه عامة يراد بها العموم، وهذه عامة يراد بها الخصوص، من إيه؟ من بقية النصوص الأخرى، تمام؟ والسنة مبينة لكلام الله عز وجل. فأدعوني أستجب لكم، فيستجيب الله عز وجل بإحدى ثلاث خلال: إما أن يعجل له ما أراد، وإما أن يدخر له الأجر في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. يا رب عايز 10,000 جنيه، تمام؟ هو ماشي وقع الطوبة، صخرة قد كده قدامه، لو كان يعني فرقت معاه ثانية كانت نزلت على دماغه كان صرف 10,000 جنيه عشان يصرف من الايه؟ من الخطة دي. يبقى ايه؟ عايز 10,000 جنيه، صرف عنه من السوء بما يوزع 10,000 جنيه، خلاص؟ يبقى ايه؟ صرف عنه من السوء مثل ما سأل، تمام؟ يبقى اذا
مسألة الدعاء ابتداء أن الدعاء هو العبادة، كما في حديث النعمان بن بشير الذي رواه أصحاب السنن إلا النسائي. والعجلوني أحد من صنف في علوم الحديث وإن لم يكن من أهل الحديث. ليه؟ لأن العلوم صناعات، العلوم صناعات. أنا ممكن أألف في الفقه ولست بفقيه، ليه؟ سأأخذ من كلام الناس وأصنف كتابا، تمام؟ ممكن أصنف في الحديث كتابا ولست من أهل الحديث، زي العجلوني كده. العجلوني يعني مثلا في أول كتاب له اسمه كشف الخفا ومزيل الإلباس، وهذا في الأحاديث المشتهرة على ألسنة الناس على نظم كتاب المقاصد الحسنة بتاع السخاوي، بس السخاوي محدد الرجل له في الحديث. العجلوني رجل ايه؟ اتخذ الحديث صناعة، قايل في مقدمة الكتاب ده انه يجوز تصحيح الحديث وتضعيفه بالكشف، مش الكشف عند الدكاترة يعني، كشف الصوفي خلاص. الحديث ده في البخاري، انت بقى من تشمستلطفه، من تشمستطعمه، خلاص حصل لك نوع من الكشف كده، يبقى الحديث ده مش نافع، باطل. فالكشف اللي هو الذوق والوجد والتشهي والهوى، ادي الكشف. فهو قايل يعني في الاول كده ان الكشف احد الايه، احد طرق تصحيح الحديث والضعف. وطبعا هذا قاض على كتابه كله بالبطلان، الكتاب كله انما هو قائم على ايه، على قواعد المحدثين. فالعجلوني لما ذكر الحديث ده الدعاء هو العباده في كتاب كشف الخفا عزاه لمسلم في صحيحه، وهذا وهم لا شك فيه، لان مسلما لم يروي هذا الحديث. وانتم طبعا عارفين أن العزو إلى مسلم معلم بالصحة، لأن مسلم أحد إيه؟ أحد الكتابين الصحيحين اللذين أجمعت الأمة على صحة ما فيهما، وأن جماهير المتون لا ريب فيها، إلا ما كان من بعض أحرف العلماء لهم فيها كلام. فهذا الحديث الدعاء هو العبادة، ثم تلا صلى الله عليه وسلم قوله إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، عبادتي أي عن دعائي، تمام؟ فالدعاء هو صلة بين العبد وربه، وهو عنوان العبودية، لأنه سمة التضرع والتمسكن والتذلل، وفي نفس الوقت هو ثناء على الله عز وجل بالجود والكرم، لأنك عندما تقول يا رب أنا فقير فأثبتت له الغنى، فكل صفة نقص تكون منك في الدعاء إنما هي صفة كمال لربك تبارك وتعالى. يا رب أنا ضعيف أثبتت له القوة والجبروت، كل صفة نقص عندك أنت تستجير بالله عز وجل منها، إنما يقابلها صفة كمال. ولذلك الدعاء ليس عبودية محضة، إنما هو عبودية للعبد وثناء على الرب تبارك وتعالى بالجود والكرم والعطاء والقوة. فابن الجوزي هنا بيتكلم بقى عن أسباب تأخر الدعاء، وده يعني هذه مشكلة لكثير من الناس، يقول دعوت فلم يستجب لي. فابن الجوزي في مرة من المرات أصابته شدة فدعا فلم تأتي الإجابة على مراد دعائه فقلقت النفس، فيقول ابن الجوزي ما دار بينه وبين نفسه كرجل عالم، عالم بالأدلة التفصيلية، وفي نفس الوقت عنده مئات الألوف من تجارب الخلق، والإنسان العاقل الذي يمشي في الناس يضم تجارب الناس إلى تجربته فيكون أعقل الناس وأغنى الناس أيضا. العاقل لا يشترط، العاقل يعلم أنه لا يشترط أن يمارس أن يذوق، بل لا بد أن يعتبر. قال تعالى قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، مش لازم أمة من الأمم تمارس اللواط علشان ينزل بها ما كان من قوم لوط. من هذا العقل الذي رزق الله عز وجل به العباد، ما فائدته؟ الاعتبار يعني تنظر إلى التجربة
وتقيسها، إذا رأيت العلة التي في الأصل تعدت إلى الفرع يبقى ثبت لها الحكم على طول. رجل يتعامل بالربا، لازم يتخرب بيته، مش لازم يقول أنا لازم أتعامل بالربا وأشوف هيتخرب بيته ولا لا. لا، لا تجرب ربك. يمكن احنا ذكرنا قبل ذلك أن بعض العلماء كان يأخذ راتبه من بيت المال فيتصدق به، ويروح يرفع المخدة يلاقي نفس المبلغ تحت المخدة. ابن عمه حب يجرب المسألة دي، تمام، فقام تصدق بالمال بتاعه، راح يرفع المخدة ما لقاش حاجة، فراح قال له أنا عملت زي ما أنت عملت. قال إنك تجرب الله وأنا لا أجربه، إنما أنا أفعله وأنا مستيقن وأنا أعلم أن في الله خلف، إنما أنت بتجرب ربنا. فيعني الذي يضع ربه عز وجل تحت التجربة فهذا في الغالب خاسر، تمام. فليس بالضرورة أن تجرب، إنما أن تضم تجارب الخلق إلى تجربتك مع التأمل الجيد، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: واستدل على ما لم يكن بما كان فإن الأمور اشتباه. طيب، قبل أن ندخل في كلام ابن الجوزي النفيس، نقول إن الناس فيما يتعلق مسألة الدعاء لهم ثلاثة مذاهب. المذهب الأول أنه لا فائدة في الدعاء، والمسألة كلها تحصيل حاصل. طب انتوا جبتوا الكلام ده منين؟ قال لك ما احنا مستندين الى الشرع ايضا. خلاص، ايه بقى الادله من الشرع ان الدعاء لا طائل تحته؟ قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: ان الله كتب مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنه. وحديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين الحديث المشهور: حدثنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وذكر مراحل خلق الإنسان، تمام. وفي هذا الحديث أن الملك يؤمر فيدخل على هذه النطفة فيكتب أربعة أشياء: يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، اللي خاتمة يعني، تمام. وفي حديث حذيفة بن أسيد في صحيح مسلم قال: فلا يزاد على ذلك ولا ينقص. فإذا كان الرجل مكتوب إن هو سيصاب بمصيبة أو سيأتيه رزق أو سيأتيه ولد، فقال اللهم ارزقني الولد، وقد كتب في الأزل أنه سيرزق الولد أو أنه لن يرزق ولدا، فكان الدعاء في هذه الحالة عبثا وهو تحصيل حاصل، تمام. المذهب الثاني أن الدعاء واجب وأنه يرد القضاء، وذكروا برضو الحديث: إن الدعاء والقضاء يلتقيان فيعتلجان. يعتلجان يعني إيه؟ يتخانقوا مع بعض، فيغلب الدعاء القضاء، تمام. المذهب الثالث أن الدعاء واجب ولا يقع إلا على مقتضى ما قدر الله، وهذا هو الصحيح في المذاهب الثلاثة، وهو مذهب أهل السنة والجماعة، أن الدعاء من الأسباب. طيب، إحنا مثلا لو نظرنا إلى الأرزاق، أليست الأرزاق مقسومة؟ مقسومة بنص برضو حديث ابن مسعود أن الملك يكتب أربعة أشياء: اكتب رزقه، تمام. طب إذا كان الرزق مقسوم، انتوا زعلانين ليه إنهم قفلوا باب القوى العاملة؟ زعلانين ليه إن مفيش وظائف؟ طب انت بتروح تشتغل في القطاع الخاص ليه؟ وبتدور على وظيفة وتسيب وظيفة وتشتغل مثلا عملين وثلاثة واربعة وتطلع من عمل لعمل وعمل تزود في رزقك. طيب، هو الرزق مكتوب برضه زي الاجل بالضبط، تمام، وزي ما هيحصل لك في الدنيا الرزق مكتوب. طب ليه تيجي في الدعاء وتتصدر كده هو وتوقف كده محركك مش عايز تتحرك، وتيجي في مسألة الرزق
وعملت شغل عمل واثنين وثلاثة واربعة وتقول ده ربنا بيقول اسعى يا عبد ونسعى معاك. طب ربنا ما قالش كده؟ ها؟ المعنى ده وارد صحيح، بس الله عز وجل لم يقل هذا. تمام؟ ولما يشوف واحد قاعد يقول له ان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، ولما يلاقي واحد قاعد في المسجد يقول له ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل في المسجد فوجده جالسا فقال من ينفق عليه؟ قال اخي، قال هو اعبد منك. وهذا باطل لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل صح خلافه كما في البخاري من حديث سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه انه كان ينفق على اخي له وظن ان له عليه فضلا، فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. كان سعد بن ابي وقاص استثقل بقى كتر ما عمال ينفق عليه والكلام ده، فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال له وهل تنصرون وترزقون الا بضعفائكم؟ يمكن الرزق اللي انت بتحصله ده عشان الغلبان اللي قاعد. طبعا ارجو ان ما فيش حد يفهم ان دي دعوه للبلطجه وان الكل بقى يجي يقعد والكلام ده، لا، بس انا عايز ابين ايه بدلاله هذا الحديث، ان الحديث اللي هم بيحتجوا دائما به انه باطل. تمام؟ الحاصل ان هو مجد كل الجد في توسيع رزقه وفي تكثير مرتبه، ومع ذلك لا يرى اي غضاضه في هذا الباب. فإذا جيء على القضاء والقدر وما يكره، أو إذا كان عايز يبلطج بقى ويقعد يقوم يحتج بالإيه؟ يحتج بالقضاء. إحنا بنقول الدعاء كالرزق تماما، الرزق سبب تصيب به ما قدر الله لك وكتب، وكذلك الدعاء سبب. تمام؟ يعني قدر الله عز وجل أن يجور عليك ظالم، تمام؟ وقدر أيضا أن تدعو الله عز وجل فيكف الظالم عنك. يبقى ما تقولش بقى لو ما كانش دعا ما كانش الظالم كف عنه، لا، ده كان لازم يدعو حتى ايه؟ حتى يكف الظالم عنه. خلاص؟ يبقى اذا الدعاء سبب وهو ملازم للقدر. يبقى يفهم بقى الحديث الدعاء والقضاء يعتلجان، فيقوم الايه؟ الدعاء يغلب، يغلب لان الله عز وجل قدر ان يغلب الدعاء. وممكن يعتلجان فيسبق القضاء ايضا بالتقدير، قدر الله ان يتخلف الدعاء ليه؟ ليقع القضاء. يبقى المسألة كلها ايه؟ لا تخرج عن التقدير والتدبير. مفيش حاجة كده جت كده، ها؟ مش حاجة جاية كده، الدعاء نازل في وادي والقضاء نازل في وادي، قاموا اتلبطوا مع بعض الدعاء غلب كده اهو، لا. كما انهما لما التقيا بقضاء الله وتقدير الله عز وجل، كذلك غلب الدعاء بتقدير الله عز وجل. تمام؟ فاللي يجي يقول لك الدعاء ما هو الا تحصيل حاصل، يبقى كان بقى دعاء الانبياء، وكان ربنا سبحانه لما قال ادعوني استجب لكم علمنا المحال، وعلمنا انه لا طائل، وهذا كله مناف للحكمه، وحاشا لله ان يقول مسلم هذا الكلام. وقال الله عز وجل ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، بل قال الله عز وجل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، يعني ما لكم قيمة ولا لكم وزن إلا بهذا الدعاء. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، هو ده اللي خلالكم قيمة، لأن الدعاء دلال على أن العبد متدثر برداء العبودية. تمام؟ فيبقى اللي يقول بقى أن الدعاء لا طائل تحته، يبقى هو بيرد النص الصريح الواضح، وطبعا سقوط هذا الكلام يعني أظهر من الرد عليه. يبقى المذهب الصحيح في الثلاث مذاهب دول أن الدعاء واجب، وأن من لم يدعو ربه يغضب الله عز وجل عليه، وأن الدعاء إنما يكون إيه؟ على وفق ما قدر الله تبارك وتعالى. طيب، إذا كانت المسألة كذلك والمسألة كلها اتكتبت، طيب يبقى برضو عايزين نفهم برضو لماذا الدعاء؟ وإذا كانت المسألة مش هتغير، الدعاء سبب صحيح قدره الله قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة، طب ليه ندعو؟ طب ما يتحصل حاصل برضه. نقول لك بقى، النفس تتقلب في ثلاثة محاور، تتقلب في اليقين أو في اليأس وبينهما الطمع. خلاص؟ فإذا وقعت في مرتبة اليقين نامت عن العمل، وإذا وقعت في مرتبة اليأس تبلدت وكفت عن العمل، وإذا وقعت في مرتبة الطمع جدت في السعي والعمل. يعني لو افترضنا جدلا
أن رجلا قيل له النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنت من أهل الجنة يقينا إذا أدركه ورع. لكن لو افترضنا جدلا أن في واحد قيل له أنت من أهل الجنة يقينا ممكن نفسه تكف عن العمل. لو قيل له لا فائدة أنت من أهل النار يقينا لا فائدة بيكف عن العمل. لكن أفضل العبادة الطمع اللي هو الخوف والرجاء، ولا يكون هذا إلا بالدعاء، يقع في ضائقة يدعو الله عز وجل. إذا قيل له أو سلمنا أنه نزل عليه من طريق الوحي أن هذا مكشوف خلاص سيكف عن الدعاء. زي ما بيحصل للناس النهاردة، واحد وقع في ورطة جاله رتبة كبيرة جدا جدا، هو رئيس العملية كلها، قال له خلاص ما تخافش مسألة عندنا، يسكن ولا لا؟ بيسكن. أول ما يقول له خلاص المسألة انتهت، ده جاي لك بقى من الرئيس أو جاي لك من الرئيس القطاع أو جاي لك من كذا، جاي لك خلاص أنت ما عليكش حاجة. زي واحد كده من الجماعة اللي هم سنة 64 63 في الحدود دي كده، كان هربان طفش من البلد هنا لأنه كان مطلوب للسجن. وبعدين لما يعني مات عبد الناصر وجاء انور السادات بعديه وقال لك خلاص انتهت السجون وهيبقى في حريه وان في حريه وبتاع ومفيش مشاكل واي واحد هربان يرجع، فالراجل ده عايز يرجع بس ايه خايف يرجع يكونوا برضه مستنين واسمه مدرج على الكشوف والكلام ده. فراح لواحد سفير في البلد اللي هو قاعد فيها وكان يعني يربطه بيه صداقه وكده، والسفير ده كان رجل يعني عاقل فالمهم قال له ايه؟ قال له انا عايز انزل للبلد، فانا عايزك بس ايه تكتب لي جواب لواحد كده كويس ينتظرني في المطار والحاجات دي من ايه؟ من معارفك وكده. طيب قال له ماشي خلاص هكتب لك جواب وانت روح انت مطمئن تماما ان شيء مش شايف هينتظرك خليه يخلص لك الاجراءات. هو بعدين بس قال له الجواب ده ما تفتحش الجواب ده الا في المطار لما تنزل اقرا الاسم وهتلاقي ايه؟ وهتعرف توصل يعني. الراجل فعلا اول ما وصل المطار ان فتح الايه؟ البطاقه لقى مكتوب فيها واذا سالت فاسال الله. الرجل طبعا يعني بيصف بكلام جميل صح، هو مش بليغ قوي لكن كله يعني مشاعر وكلام فياض جدا، اديه الكلمة دي اثرت على وجدانه واثرت على يقينه واثرت على حياته بعد ذلك. هو يعني اديه يعني كان ركن لما قيل له عايزين واحد رتبة ركن اليه واطمأن قلبه، وطول الطريق لم يفكر ولا قلبه بيدق ولا الكلام ده، ليه؟ عارف ان فلان فلان هينتظر. زي برضو ما حصل لي انا برضو واحد من الناس المعارف ايام ما كنت اذهب الى القاهرة. فالمهم واحد من المسلمين قال لي انا يعني شغال في المطار، اعرفوش انا شغال في المطار وبعدين ايه برضو بكون في الصالة وكده، فياريت لو انت في اي سفرية بس ايه يعني تاخد ادي رقم تليفوني كلمني بس قول لي انا جاي في الرحلة الفلانية وانا اخلص لك اجراءاتك على طول. فالعادة ان الواحد مثلا بيعود له ساعتين ثلاثة ولا بتاع على ما بايه ياخد الجواز. فاول ما نزلت خلاص اول مره تحصل طبعا بس في ماموريه وحاجات زي كده وخلصت لك الموضوع. انا كنت بقعد ساعتين ثلاثه قعدت يجي خمس ساعات. خلاص قال له ليه كده؟ قال له اصل الجزار معرفه. ها اللحمه ليه كلها شغط؟ قال له الجزار معرفه. تمام. فده ايه يعني انا اتعلمت من هذا برضه. ده هو اللي جاء في ايام ما كنت في مسجد عز بالله عرض خدمات والكلام ده هو والح على ان انا اعمل مساله زي دي، فانا الحقيقه ايه وافقته على ذلك ولا اكتمكم يعني في هذه المره، قلت المساله هتنتهي بسرعه كده وبتاع، وكنت ايه وكنت يعني اكثر راحه لان طبعا الانسان لما بيكون نازل طول عمره عارف انه بيقعد ساعه ساعتين ثلاثه يكون موظف كتاب موظف مصحف بتاع على طول. المره الوحيده اللي اداني الجواز وقال لي روح على طول هو بيقال لي كده، كنت اقول له طب ممكن اقعد على الكرسي على ما وبعدين قلت مفيش داعي تتكلم رب كلمات تقوله لصاحبها دعني. ها المره الوحيده اللي كنت هتكلم فيها هو اللي قال لي اتفضل. كنت اقول له بس انا هقعد جوه لان انا عارف لازم اقعد جوه عشان بس يقعد جوه ساعه ساعتين معايا كتاب اخلصه على ما اخلص الكتاب وبتاع يكون نادى على ليه نادى عليا يديني الايه الجواز. لكن انا الحقيقه هذه المره ان المساله خلصانه وان مفيش اي مشاكل والكلام ده هو على طول مفيش خمس دقائق وهتمشي. فهو دي برضو ايه دي تجربه الواحد برضو يتعلم الا يعتمد قلبه الا على الله عز وجل، وان هؤلاء الشخوص كلهم هم مسيرون في ملك الله تبارك وتعالى على وفق ما قدر الله تبارك وتعالى. فاحنا عايزين نقول النفس اذا كانت متاكده 100% ان مطلوبها حاصل تكف،
خلاص. ولذلك لو علمت أن دعاءها مستجاب يدعو وينسى، تمام. وفي نفس الوقت لو يأس لكفر، نفس يحصل لها نوع من البلادة ومواهبها كلها تروح بسبب اليأس. عشان كده البني آدم اللي بيعمل معصية وهو يعلم أن هذه المعصية لا تغفر يزداد إجراما، ما يتوب. طب امتى بيرجع؟ بين الخوف والرجاء اللي هي منزلة الطمع. يبقى عندنا يقين وفي مقابله يأس، والمرتبة اللي في النص منزلة الطمع، وهذه لا يدفعها إلى الأمام إلا الدعاء، إلا الدعاء. لو أن واحد يطمع أن ربنا يجيبه سبحانه وتعالى ويقعد بقى منتظر إجابة هذا الدعاء، كل ما يتقدم بيوم ينتظر إجابة هذا الدعاء، خلاص. فهذا بيديله نوع من الشهية على أن يعمل. يبقى النفس تتقلب في هذه المراحل الثلاثة، تمام. خلاص اتكلمنا عن الدعاء، عن مذاهب العلماء. يبقى مسألة الإيه؟ كما قلنا الإجابة. قال صلى الله عليه وسلم في حديث الذي رواه مسلم، وأصل الحديث في الصحيحين ولكن دون الزيادة، يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. يقول دعوت فلم يستجب لي، القدر ده متفق عليه من حديث أبي هريرة، الحديث أبي عبيد مولى أزهر عن أبي هريرة رضي الله عنه، من حديث من طريق ثاني عن أبي هريرة في صحيح مسلم، لا يزال يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قالوا وكيف يستعجل؟ قال يقول دعوت دعوت فلم يستجب لي فيستحسر فيدع الدعاء. خلاص لما استعجل قال دعوت مرة واثنين وثلاثة ولم يستجب لي فيترك الدعاء، دي بداية السقوط. ولذلك كان من الآفات التي تعترض الدعاء الاستعجال. طب ليه الاستعجال؟ قال لك في الآخر يترك الدعاء بنص هذا الحديث ثم يدع الدعاء بعد ذلك. ابن الجوزي رحمه الله كما قال عن نفسه، لما أدركته هذه الملالة ورأى النفس قد قلقت جعل يسليها ويدفعها. وهذا من فقه ابن الجوزي رحمه الله، وهكذا ينبغي على كل رجل أن يتعاهد نفسه، لا يتصور أنه سفيان الثوري فيقوم يزجرها قد لا تنزجر. ها؟ سفيان الثوري يزجر نفسه ليه؟ لأنه تعاهدها مرارا وتكرارا حتى غلبها وقدر عليها. أنت لم تتعود على مثل ما تعود عليه سفيان، قرأت ترجمة سفيان سخن، حبيت بقى تضرب نفسك بالكرباج حرنت عليك. يبقى إذن لابد أنك أنت تنظر إلى نفسك وأن تتقلب معها في هذه المراحل الخمسة التي ذكرها ابن الجوزي رحمه الله. شوف أول مرحلة ذكرها ابن الجوزي إيه؟ يقول فصحت بها ويلك تأملي أمرك، أمملوكة أنت أم حرة مالكة، أمدبرة أم مدبرة. يبقى استخدم إيه السلاح اللي استخدمه؟ ما هو الصوت الذي استخدمه؟ إنها مملوكة، صوت القضاء، هو ربنا قدر عليك كده وأنت مملوكة، ولا يلام المالك في تصرفه. مش عاجبك اخبط دماغك في الحيط. دي أول منزلة تقلب فيها ابن الجوزي مع نفسه. أول حاجة أمدبرة أنت أم مدبرة؟ لا مدبرة. أمملوكة أنت أم مالكة؟ لا مملوكة. طيب أوللمملوك تصرف مع مالكه؟ لا خلاص اسكت، تمام. ده أول درجة، درجة ما فيهاش كبير إقناع، ليس فيها كبير إقناع. ولذلك قال لك إيه؟ فسكنت النفس بعض السكون، برضو مش مقتنعة قوي خلاص، وليست راضية، إنما ترضى إذا أقيمت عليها الحجة الفالجة. أنا ممكن أقول لك يعني أنت مثلا ابني، تقول لي ليه؟ أقول لك أنا حر، هو كده مش عاجبك الباب يفوت جبل خلاص، يوم الولد يسكت. طب هو ساكت مقتنع؟ طب لما كان هايصه بيتنطط كده وانت قايل له الكلمتين دول ايه اللي حصل له؟ هجع، سكت شويه، لكن مقتنع بالكلام؟ مش مقتنع بالكلام خلاص. فدي اول مرحله ابن الجوزي سلكها. طب هي شده ام رفق؟ ليست رفقا، انما ترفق بها ابن الجوزي، لاها بقى حرنت عليه وقايمه كده كانه امسكيكها على طول خلاص، هو كده. فلما رات هذا الصوت سكنت لا عن اقتناع، تمام.
ولذلك ابن الجوزي بعد كده في المراحل الأربعة بعد كده تقلب في الإقناع حتى اطمأنت النفس وانشرحت. ولذلك في الآخر النفس بتقول إيه؟ فهمت إذ فهم، فهمت من الهيام، يعني أنها هامت لما اقتنعت بقى واطمأنت وانشرحت، هامت زي الواحد كده لما يهم بالشيء ويتبسط في نفس الشرع. إذ فهمت أي إذ اقتنعت بما سردته علي من حزج. فيقول ابن الجوزي لها: أما علمت أن الدنيا دار ابتلاء واختبار؟ فإذا طلبت أغراضك ولم تصبري على ما ينافي مرادك فأين الابتلاء؟ وهل الابتلاء إلا الإعراض وعكس المقاصد؟ تفهمي معنى التكليف؟ يعني هو عايز يقول مش كل حاجة تطلبيها تيجي. أمال الابتلاء يعني إيه؟ كل ما تعوز حاجة تجيلك؟ ولا الابتلاء يكون عكس المقاصد؟ الابتلاء يكون عكس المقاصد. خلاص انا دلوقتي راجل تعبت واشتريت قطعه ارض وابتلاني الله بجار لي مؤذي وانا ما اقدرش ابيع الدار ولا اقدر انقل من البلد. طيب انا لما بنيت الدار دي مرادي مش يكون جار كويس؟ طب ده جاء عكس المراد. فيقوم يقول لك يا اخي ده بلاء وكل انسان مبتلى والمبتلى له اجر واصبر على هذا البلاء. يبقى هذه جرعه تسكن النفس ام لا تسكن النفس؟ خلاص هو ده بلاء وربنا كتب عليك البلاء وانت نفس مدبره وانت مملوك وربنا كتب عليك كده، جايز يكون في هذه رفعه لك. يبقى انا ركنته الى البلاء، ركنته الى القضاء، زي ما احنا بنقول دائما مسائل القضاء والقدر لابد فيها من التسليم. إذا شرع لك الله عز وجل أن تدفع هذا القضاء بقضاء آخر ادفعه، فإن عجزت فاصبر، ما فيش غير كده. فأول مراحل المراحل التي تقلب فيها ابن الجوزي الصبر على البلاء، قال لك هذا بلاء مقدر اصبر عليه. زي ما يكون عندك ولد طول ما ربنا سبحانه وتعالى موسع عليه وبيديله، ده ربنا رحيم وكريم وعظيم، اول ما تقلب عليه اشمعنى انا يا رب وانا ما فيش غيري وإلا انا عملته؟ ده انا على الصراط المستقيم، لا بعمل حاجه ولا بتاع. ده حتى بيروح المصيف زي ما حصل في مصر بلطيم، مره واحد راحوا بيصلي الجمعه بالشورت وهو طالع من الجمعه واحد من اخواننا سمعه يعني بيقول لابنه، بيقول لي شوف يا ابني رحمه ربنا في الصيف نصلي بالشورت. تخيل بقى لو احنا بنصلي بقى ببنطلون كامل كان الواحد زهق وعرق. اللهم لك الحمد. ها شوف بقى الفقه بقى اللي على رسوله. فهو يعبد الله على شفا جرف انهار، ان ربنا اداله يبقى كريم وعظيم وحليم ومش حرمنا من حاجه. اول ما ربنا سبحانه وتعالى يمنعه يقوم ايه؟ قلب ظهر المجن. قال له لا انت بقى ما تشتغلش كده، تعال نعمل بقى احساب، نعمل مقايضه مع بعض، انت تعمل اللي عليك خلاص وتاخد اللي لك. جميل. طيب هو لو عمل اللي عليه صح هيطلب اللي له؟ هيطلبه، لكن لو ما جالوش هيعمل ايه؟ سيسلم. ها اي بني ادم عاقل في الدنيا لو عايز مثلا يقفز كده قناه ماء ولا حاجه، طب هو عايز ينط بقى القنايه دي ام قايل ايه؟ اما اشيل شوال الرمل ده على ظهري وانا بنط القنايه دي، الراجل ده يبقى ايه؟ مجنون ولا مجنون؟ طبعا مجنون، لان هو العاده يعني والناس اللي في الارياف يعرف المساله دي، لابس بلغه عايز يقزع المصرف بيعمل ايه؟ يخلع البلغه. ليه يخلع البلغه؟ لانها تكعبله، والبلغه دي برغم ان وزنها كله على بعضه ما يجيش ربع كيلو الفردتين، الا ان ده يعتبر وزن وهو عايز يخفف. ها لو لابس جلابيه قميص زي ده وبيعمل ايه؟ بيقوم حطه في الشورت بتاعه او ماسكه بايه؟ بطرف اسنان. ليه؟ احسن هتكعبله. تمام؟ يبقى الراجل عايز يقزع العمليه دي بيعمل ايه؟ بيحاول يخفف بقدر المستطاع علشان يصل الى الشاطئ الاخر. تمام؟ لكن هو بقى لو حط على اكتافه شوار رمل هيعمل ايه الباشا؟ هينزل في اعراها ان شاء الله. ولذلك يقول لك: وخفف الحمل فإن العقبة كؤود. خفف الحمل يعني ما تحطش على كتفك ذنوب، تحطش على كتفك ذنوب، خفف الحمل عشان لما تيجي تقفز بقى العقبة الكؤود دي تعرف توصل للشاطئ الآخر. تمام؟ فهو بيقول دلوقتي أنت عايزة مرادك يتم، وأنت تجدين في إغلاق كل منافذ هذا المراد بالمعاصي. أو ما علمت أن المخرج هو التقوى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا
ويرزقه من حيث لا يحتسب. تمام؟ فيبقى إذن الواحد يخفف المعاصي. فإذا أيتها النفس تدبري أمرك وانظري ما أنت مقيمين عليه من المعاصي فتخلصي منه، واستبدلي هذه، واستبدلي الطاعات واستبدلي المعاصي بطاعات جديدة. يبقى كده انت ايه بتفتحي على نفسك الباب وقمن ان يستجاب لك. ما تقوليش بقى دعوت فلم يستجب لي، والواحد مقيم على المعاصي كيف ان يستجاب له؟ يدعو الله عز وجل مأكله من حرام، مشربه من حرام، ملبسه من حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ قبل كده كنت تضحك عليه يقول له اعمل كذا واجيب لك مصاص مثلا، يعني اعمل كذا واجيب لك مش عارف ايه. الولد كل اللي يهمه في الدنيا المصاص، ما فكرش ابدا يعمل ايه، يعني ينفذ اوامرك علشان هو مقتنع بيه. كبر الولد خلاص، ما عدتش تقدر تقول له بعد ما مثلا بقاله شنبات ولحية طب اعمل لي الحاجة الفلانية وهديك مصاص. يزعل، ها يزعل، يقول انا عيل تضحك عليا مثلا، زي ما مثل الولد الصغير انت تستطع انك انت تقبله من فمه. تقدر تعمل كده مع ابنك اللي له شنبات؟ ما تقدرش تعملها ولا تستطعمها كمان. ها ليه؟ كل مرحلة لها لبوس. لما الولد بيكبر بيبقى له ارادة وتديله الامر، ما يبقاش الامر موزون مع ارادته ومزاجه وهواه، يبتدي يخالف فيقول لك خوي. خوي يعني ايه؟ يعني وانت بتتكلم معاه تبسط معاه وطول بالك معاه وقول له مره واثنين وثلاثه واربعه لحد ما يفهم، ولا مانع بعد ذلك ان انت تعاقبه برضه. بعد ما تعاقبه ترجع تفرد يعني تلين معاه المساله وتمد الحبل والكلام ده برضه حتى تستوي ايه؟ تستوي ارادته ويستوي فهمه. تمام؟ فهو الإنسان هنا بيعامل النفس بهذه الطريقة. الأول سكه، تمام، زي العيل الصغير، بس يا ولد وأن ضربه الولد أمساك على مضض طبعا. بعد كده بدأ إيه يتكلم رويدا رويدا، بعد كده فتح المسألة أكثر، اطمأنت النفس أكثر، أتى الجواب الرابع اللي هو هيجعل النفس تطمئن أكثر وأكثر. يقول: فقلت لها عندي جواب رابع، وهو أنك تطلبين ما لا تعلمين عاقبته، وربما كان فيه ضررك، فمثلك أو فمثلك كمثل طفل محموم يطلب الحلوى، والمدبر لك أعلم بالمصالح، كيف وقد قال عز وجل: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير وهو خير لكم. شوف بقى وصلنا إلى درجة أخرى. قال له: طيب انت دلوقتي بتقول يا رب 1000 جنيه وعربية شفرليه وعمارة في محرم بيه، ها؟ طيب افترض الحاجات دي جات لك. طبعا الكلام ده كان زمان، هي ما كان ال1000 جنيه ما كنا احنا مدينين بريطانيا العظمى، كان يعني الجنيه بتاعنا يلهف 20 استرليني، ها، قبل ما ايه يقطعوا اللحاف بتاعه ويصيروا بلا غطاء. انت هيجي لك النعم دي كلها، أليس من الجائز أن يكون ضررا لك؟ طالما بقى أن احنا عمالين نتدرج في مسألة الإقناع، أليس من الجائز أن يكون ضررا لك وأنت لا تدري؟ يقول لك: آه من الجائز. طيب أليس النص أرشد إلى ذلك: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يا ناس بتشرب المر ألوان عشان الآية دي، وناس راجل قاعد مع امراته اللي هي مورية الذل عشان الآية دي، وست قاعدة مع جوزها اللي مورية الذل عشان الآية دي برضه. يقول لك: عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ذكر العلماء في ترجمة سفيان بن عيينة، قالوا أن يحيى بن يحيى النيسابوري قال: كنت عند سفيان ابن عيينة فجاءه رجل فقال له: يا أبا محمد أشكو لك فلانة، مراته يعني، أنا أحقر الأشياء عندها، كمسري شغلته يورط فلوس بس، إنما غير كده الكرسي في البيت أحسن منه، أنا أحقر الأشياء عندها وأذل. فقال له سفيان:
لعلك تزوجتها لتزداد بها عزة. قال نعم. قال ولعلك طمعت في مالها لتزداد بها غنى. قال نعم. فأطرق سفيان، أطرق سفيان يعني إيه؟ طقطق رأسه كده في الأرض، ثم أنشأ يحكي قصته. قال كنا أربعة إخوة، محمد وعمران وإبراهيم وأنا. محمد أكبرنا وعمران أصغرنا وأنا أوسطه. فتزوج محمد امرأة ذات حسب ليتقوى بذلك فطلقت وأذلوه، وتزوج عمران امرأة ذات مال فأخذوا كل ما في يده ولم يتركوا له شيئا. فجعلت أتدبر قصتيهما، فزارنا معمر ابن راشد. معمر ابن راشد اللي هو أبو عروة الإيه؟ اللي هو أبو عروة البصري رحمه الله. ومعمر أكبر من سفيان، هما أقران في الزهري، لكن معمر أكبر. معمر ابن راشد ولد سنة 95 أو 96 هجرية، ماشي، ومات سنة 153 وعنده أو 154 وعنده 58 سنة، كما قال أحمد بن حنبل وأبو داود. ولد سنة 107 ومات سنة 198، ولد في النصف من شعبان سنة 107 ومات يوم السبت من صرف بقى الحجيج شهر ذي الحجة، أو في أواخر ذي الحجة يعني، أو في المحرم سنة 98، في المحرم سنة 98، 198 هجري. يبقى معمر بن راشد أكبر منه بكام سنة؟ 12 سنة أو 11 سنة يعني. تمام. فلما زرهم معمر، زرهم فين بقى؟ سفيان بن عيينة إيه؟ ها؟ طيب، زارهم بقى معمر كان في اليمن، وزار سفيان في مكة. تمام. فعرض عليه قصة أخويه، قال له محمد أخويا اتجوز واحدة ظهرها جامد قوي، أبوها كذا وأخوها كذا ها، زي فاطمة كده اللي هي امرأة عمر بن عبد العزيز، ابنة خليفة وأخت الخلفاء وامرأة الخليفة، ظهرها أجمد من كده؟ لا، ما تشوفش امرأة ظهرها أجمد من كده في ذلك الزمان وانت نازل. ومع ذلك كانت أفقر امرأة بسبب عمر بن عبد العزيز، خلعها كل حاجة، الصيغة بتاعتها وخد ذهبها وباعه، وقال لها وجهي من وجهك حرام لو بقي هذا المال، وخدها وما كانش عندها غير هدومها بس، خد كل القصة دي وحطها ببيت المال. ها؟ هو محمد اتجوز واحدة لها ظهر جامد. طيب ما هو أي بيت يحصل فيه مشاكل، وما فيش حد بيشوف عياله غلطانين، عياله غلطانين وغلط ركبهم ويطلع عياله زي الشعر من عجين خلاص، والنساء بقى دموع التماثيل تروح وضربني وبهدلني وخبطني في الحيطة وعمل فيا كذا، وممكن تقطع شرايينها ولا حاجة وتروح تعمل تقرير طب ولا تعمل أي حاجة وتتهمه في الراجل. طب الست اللي ظهرها كله ناس جامدين كده وبتاع وودوا لوحده ورا الشمس، هيعملوا إيه في الراجل؟ اهو ده اللي حصل لمحمد، ماشي، تزوجها عشان يبقى يعني يقدر يسلك اموره ومشي حاله وبتاع، واي منطقه يروح ياخد كارت من فلان وعلان والكلام ده يسلك اموره، كان هو عايز يعمل كده، زي الجوازات اللي هي تعتبر زي الصفقات التجاريه كده، ولاد الاكابر يتجوزوا من بعض عشان يسلكوا بعض، ماشي، هي المساله كانت كده. ايه اللي حصل؟ غضبت غضبه، خدوه بهدلوه. تمام. ده كلام سفيان، اذلوه. طب عمران اتجوز واحد عشان برضه يبقى معاه فلوس ونشتغل ونعمل مشروعات ومش عارفين الكلام ده، فايه اللي عمل؟ غضبت منه، خدوا منه كل حاجه. وانا ما اعرفش كانت قسمه الجواز الجديده اللي الايام دي عندنا دي كانت عندهم ولا لا، اللي فيها الشروط، الشروط اياها دي، ها، تتجوز ده اول مره يقول لك ايه؟ يقول لك مراتك هل للمراه توافقين ان يتزوج عليك؟ ده هو اتجوز اولا بالعافيه، وما فيش حد هيقبل اصلا، حتى لو الست يعني ها مش هتقبل حد يتجوز عليها، قالت اتقفلت. طيب مراتك تشتغل ولا ما تشتغلش؟ يقول لك لازم تشتغل. امال كنا بنعلمها ليه؟ بنعلمها عشان نديلها سلاح، عشان هي تدخل في حرب مع الراجل، واخد بالك؟ والمراه من غير سلاح هتتغلب طبعا، فلازم يكون معاها سلاح في ايديها. خلاص، يبقى خلاص المراه تشتغل، يبقى تشتغل. تمام. كل دي شروط مكبله. فلما يجي واحد يتزوج يقول له اكتب شيك ب 100,000، ب 200,000، اكتب شيك بنص مليون. هو طبعا عايز يتجوز ويحب البنت وفي علاقه وحب قديم وملتهب، ها، والكلام ده عايز يمشي المساء. ايه يعني نعمل شيك؟ يعني الواد اللي ضرب نفسه بالرصاص ده اللي كانوا جابوا يعني من كام شهر، اللي متجوز المطربه التونسيه دي اللي خبطت رصاصتين وخبط نفسه رصاصه بعد كده،
الست بتغني هو راجل غيور، ها راجل ايه غيور، الغيره بتقتله لما تقعد على المسرح عريانه وتتنطط كده ويحدف عليها الورد غيران، فيعمل ايه الغيور ده عشان خاطر الغيره هتفرتكه؟ قام اشترى لها كازينو تغني عليه ب 150 مليون عشان تبقى بتغني على الكازينو بتاعه، مش تغني على كازينو الناس، عيب، كلنا غيران، ها لان هتتنطط على كازينو غريب يعني. فعاد اللي زي ده هو لما تقول له مثلا وهي بتتجوزه تقول له اكتب مثلا شيك ب 100 مليون، يكتب شيك 100 مليون خلاص. فهو كانه محمد، كانه عمران، كانه كتب على نفسه حاجات والكلام ده. المهم الست اتطلقت منه واخدت الوراه لقدامه بمقتضى الايه؟ بمقتضى وصل الاماله، بمقتضى الشيك، بمقتضى اي حاجه. فسفيان لانه عالم قعد يتدبر بقى في مشكله اخوه محمد ومشكله اخيه عمران. لما قدم معمر بن راشد، على عادة العلماء لما يكون واحد مبتلى بحاجة ما بيفكرش لنفسه، العلماء ما بيفتوش أنفسهم في المسائل التي تعرض لهم، دايما يسأل غيره برغم أنه عارف الجواب لكن ما يفتيش نفسه. ليه؟ خشية أن يميل مع هوى النفس، يوم يسأل عالم ممن يثق به ما تقول في المسألة الفلانية، أو أنا عرض لي الحاجة الفلانية ما تقول وما تدبر لي أو أرشدني. ده اللي عمل سفيان بن عيينة. جاء معمر بن راشد بيزوره أما حكى له حكاية محمد وحكاية عمران، بيقول له إيه سفيان بن عيينة إيه؟ فذكرني حديث يحيى بن جعدة وعائشة. حديث يحيى بن جعدة هذا مرسل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة إيه لأربع، الحديث المعروف. وحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة، أيسرهن مؤنة يعني مهرها خفيف، تمام؟ فسفيان بن عيينة لم يكن تزوج، فلما معمر بن راشد قال له بقى الكلمة دي قال فنظرت إلى الدين فجمع لي الله العزة والمال والدين، تمام؟ فأنت لما عايز تتزوج تقول أنا أخذ واحدة ظهرها جامد والكلام ده هو، طب ما جايز يكون ده مضر عليك، ها؟ أليس من الجائز أن تطلب شيئا فيه ضررك وأنت لا تدري؟ طب يا مناس بيطلعوا بره عشان يجيبوا فلوس بيرجعوا في النعش، هو لو قدر انه سيموت هناك ما ذهب، مش كده؟ واحد عمال يدور على شغل زي الغريبه اللي حصلت الشهر اللي فات، ولد عامل اسانسيرات، عامل مصاعد يعني، راح يدور على شغل، المهم لقى شغل بشق الانفس، واول مرتب عمل قبض، وعمل بقى حفله بقى ايه؟ حفله لنفسه وبتاع وامه وبيبسه وبتاع ودعل مش عارف ايه والكلام ده، لانه ما عندوش ما بيقطعش يعني. ها عامل بقى. المهم تاني شهر راح علشان ايه يصلح مصعد في المهندسين او في الدقي في الدور العاشر، طبعا هو الحبل اللي هو بيربط نفسه بيه والكلام ده هو علشان المصعد معلق والكلام ده مجربينه وكل حاجه، هو ربط الحبل وبتاع وبينخع نفسه الحبل اتقطع، نزل من الدور على رجل وقام وقف خلاص. عادي ما اقول لكم عجيبه من عجائب، قام وقف، اهدي اسباب، اهدي اسباب. واحد يقع من على السرير يموت، واحد يوطي يجيب حاجه من على الارض يجي يرفع ظهره ما يعرفش، قال له انزلاق خلاص، بيوطي بس بيلوح نفسه بس عشان يجيب حاجه عملها ألف مره قبل كده، يلوح نفسه وممكن بيلعب اكروبات والكلام ده، هو بس لوح نفسه مره عشان يجيب دي، قال له انزلاق. كلها اسباب لا تقع تحت الحس ولا العقل ابدا. ده مثلا لو نزل طب ساكت وقالوا شال الرباعي ولا مات ولا الكلام ده، كانوا لسه الاسبوع اللي فات بيشربوا بيبس فرحانين بالوظيفه، دلوقتي عمالين يصوتوا عليه قولوا يا ريته ما كرهش خلاص. اذا انت لا تدري نفعه، لا تعلم ما تحت شراك نعلك، فاليس من الجائز ان هذا الشيء الذي تطلبه يكون فيه مضرتك؟ النفس هتقول ايه؟ نعم من الجائز خلاص. فلما تتلو عليها الآية تنفرد، تقول الحمد لله فعلا وعسى أن تكرهوا شيئا وخير لك، انفرجت النفس ولا لا؟ هنا بدأت الطمأنينة، لم يتركها ابن الجوزي، إنما أتى لها بما يؤسس هذه الطمأنينة ويؤكدها ويثبتها. قال ابن الجوزي رحمه الله فلما بان الصواب للنفس في هذه الإجابة زادت طمأنينتها، فقلت لها وعندي جواب خامس، وهو أن هذا المطلوب ينقص من أجرك. خلاص بقى احنا دخلنا بقى في مراحل الإيمان، عملين بقى وصلنا بقى لدرجة ايه؟ أنه سلم ورضي. نيجي بقى على الكلام الأخروي بقى،
فرغم أن النفس انشرحت إلى هذا الحد، وهو أن هذا المطلوب ينقص من أجرك ويحط من مرتبتك. فمنع الحق لك ما هذا سبيله عطاء منه لك. قال الله عز وجل: والآخرة عند ربك للمتقين. وفي الصحيح: ما الدنيا في الآخرة إلا كمثل أحدكم يضع سمي فلينظر بما خرج. الدنيا مثلها مثل الآخرة، زي واحد راح على المحيط حب يغرف مية بصباع، غرف مية طلع بكم جردل؟ طلع بنقطة مية. النقطة دي تشكل ايه بالنسبة لماء المحيط؟ ولا حاجة. ادي الدنيا والآخرة، تمام؟ فانت خليك النهاردة محتاج انك انت تقعد بقى في عزبة، عزبة 40-50 فدان، ولك حشم وخدم وسيارات ولك نساء وأولاد والكلام ده. لو إن الحدوتة دي كلها هتنقص من أجلك في الآخرة قدر الدنيا 10 مرات، يبقى من الخسران من أحرز هذا في الدنيا ولا لا؟ طبعا أدي الدنيا 10 مرات دي ولا حاجة، دي ولا حاجة. ده آخر واحد يدخل الجنة من أهل النار من الموحدين، يعني ملكه 10، أدي الدنيا 10 مرات كما ورد في حديث مسعود وحديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة، 10 مرات أدي الدنيا 10 مرات، ده أقل واحد. إنما جماعة السابقون دول، ده بقى مد. إذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، مفيش بقى منتهى بصرك، مفيش. النهاردة احنا بقى لو هنيجي علشان اقول لك نقص منك قد الدنيا 10 مرات ولا تاخد عزبة في الدنيا 40 فدان، انت هتقول لا اخد في الاخرة كذا وكذا. طيب ما هو كل شيء تتاخده في الدنيا لعله يكون من اجرك، بل يكون من اجرك في الاخرة. في نصوص بهذا المعنى، منها مثلا حديث خباب بن الارد وفي الصحيحين قال: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتغي وجه الله فوقع أجرنا على الله. لفظ مسلم، وهو رواية البخاري: فوجب أجرنا على الله. والوجوب هنا هو وجوب الشرع لا وجوب العقل، ها؟ لأن المعتزلة يقول لك يجب على الله أن يفعل الأصلح لعباده، بنقول لهم العبارة دي كلها جليطة وقلة أدب. إذ لا يجب على الله شيء لأحد أبدا، إنما الواجب على الله يكون بدلالة الشرع، أي أن الله أوجب هذا على نفسه فصار واجبا لنا بحكم أنه لا يخلف الميعاد. بس مش إنه هو واجب على ابتداء أن يعمل لي كذا، مفيش مملوك له واجب على مالكه أبدا، إنما لأنه لا يخلف الميعاد عز وجل فأوجب على نفسه أنه من وحده غفر له وأدخله الجنة، يبقى دخول الجنة صار واجبا على الله بدلالة الشرع وليس العقل، تمام؟ فإن جماعة المعتزلة هم يحتجوا بالحديث ده برضه، يقول لك فواجب أجرنا على الله، فنقول لهم هذا وجوب الشرع لا وجوب الايه؟ لا وجوب العقل. قال: منهم مصعب بن عمير، الجماعة اللي هاجروا في الأول، فوقع أجرنا على الله. من الذين وقع أجرهم على الله مصعب بن عمير، ولقد قتل مصعب يوم أحد، فلما قتل كان عليه بردة، إذا غطوا رأسه بدا رجلاه، وإذا غطوا رجلاه بدا رأسه، خلاص. ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها، اللي عاش بعد كده. وخباب بيقول ايه؟ ومنا من ايه؟ من عاش حتى اكل من اجره، حتى اكل من اجره، اكل من اجره اللي هو ايه؟ ومنا من اينعت له ثمرات فهو يهدبها اي يجتنيها. يبقى كل اللي في الدنيا بقى يجي لك من المتاع والتوسع والكلام ده، هذا من اجرك في الاخره. اذا انت رجل ابتليت بالفقر فصبرت عليه ولم تتسخط على مقادير الله، هذا الحرمان يعوض في الآخرة بقى. يبقى أنت اللي بتاخده هنا ينقص إيه؟ تمام؟
حديث ثاني برضو في البخاري حديث عبد الرحمن بن عوف كان صائما رضي الله عنه فلما قرب إليه الإفطار مع أذان المغرب جعل يذكر أصحابه قد قتل مصعب بن عمير وهو خير مني إذا غطينا رأسه بدأ رجلاه وإذا غطينا رجله بدأ رأسه وقتل حمزة وهو خير مني وبعدين يقول ثم بسطت لنا الدنيا وأكلنا أجورنا فلا زال يبكي حتى رفع الطعام وما طعم. إذا النفس بقى الإنسان إذا ابتلي بالحرمان في الدنيا يقدر أن هذا كان المقدر أن ينقص من أجره في الآخرة فلا يتسخط على المقادير. فهنا بقى في يعني اللمسة الأخيرة أو المرحلة الأخيرة أو المتقلب الأخير اللي ابن جوزي سلكه مع نفسه المتمردة ابتداء على هذه الشدة التي وقعت لها يقول لها هذا إن ده ينقص من أجرك في الآخرة فاحمد الله. يبقى كان ينبغي أن تقومي في مقام الشكر وأن تحمد الله عز وجل أنه منعك هذا الذي تريدين لأنه سيدخره لك في الآخرة. أفلا تنبسط النفس غاية الانبساط عندما تصل إلى هذه المرحلة من الإقناع؟ يعني شوف كانت متمردة فضل يتقلب بها الحد ما قلبها وجعلها تقوم في مقام الشكر كأنه قال لها اللي انت كنت زعلانة منه في الأول صار نعمة فينبغي أن تتقلبين في الشكر بدل السخط الذي تقلبت فيه النفس أول مرة. فانظر إلى ابن الجوزي كيف عالج نفسه. وكذلك ينبغي على العاقل أن لا يأخذ نفسه أخذة قوية لعلها لا تواتيه أو لعلها لا تطيع ولكن يتدرج بها. وكذلك في تربية الولد ينبغي على الرجل إذا كان بيضرب ابنه زي ما بنقول وسكته بالضرب أو الولد يخاف منه ينبغي أن يعرف أن هذا الولد إذا استوى فما عاد يصلح معه ما كان يصلح معه في مراحل الصبا. فينبغي عليه أن يتدرج شيئا فشيئا فشيئا حتى يصل إلى درجة استعطاف الولد. حتى لو وصل إلى درجة استعطاف الولد كان يقول له يا ابني أنت شفت أنا عيان ها؟ يقول له الكلام ده خلاص احنا معلين نتكلم تالي الولد مخه جزمة قديم خلاص مش راضي يقتنع أبدا. ايه اللي فاضل؟ اللي فاضل يعيط. وبعض الآباء بيعمل كده مع الولاد والولد يرق قلبه بهذا لما يقعد يقول له يذكره وعيان وشوف الدواء وجايب كيس الدواء هو وباخذ الدواء والحقن يا ابني ومش الحقن والبتاع ده يقوم الولد يصعب عليه. ماشي لا مانع اذا كان الولد ممكن ياتي بمثل هذا لا مانع وان كان طبعا يعني في وقفه في مثل هذا لكن تربيه الولد كتربيه النفس سواء. فانظر كيف تدرج ابن الجوزي ونقل النفس من السخط حتى الزمها وقال لها انت مخطئه وكان ينبغي عليك ان تفعلي كذا حتى تدرج بها ووصل بها إلى مقام الشكر فأقامها فيه. فلما وصلت النفس إلى مقام الشكر يقول ابن الجوزي رحمه الله فقالت لقد سرحت في رياض ما شرحت فهمت إذ فهمت. فهمت أي انبسطت نفسه ورضيت لما فهمت الحجج وفهمت مراد الشرع منها. أقول قولي هذا وأستغفر الله.